السلام عليكم. وفي هذا البث الخاص للحرب في أوكرانيا ونحن مباشرة إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. مساعدة الناس، نحن نقف سويا مع الدول الأوروبية. علي أن أقول أن على مدار السنين من أوروبا ومن الولايات المتحدة أنا لا أجد الكلمات التي سأقول ببساطة. هذا رائع جدا أننا نجحنا الاتحاد الأوروبي بالتوحد في وجه هذا العدوان. لم نعتقد أن بعض هذه الأمور ممكن قبل عدة أسابيع، الآن تحولت إلى واقع لأن هذه الوحدة هي قوية موحدة وهي فاعلة، ونحن شاكرون على هذه الشراكة لأنها هي مفصلية. ونعرف أمر آخر والرئيس أشار إلى ذلك، لسوء الحظ وبشكل كارثي هذه الأزمة لن تنتهي سريعا، لذلك الجهود التي نبذلها يجب أن نستمر بها ويجب أن نصل بها إلى النهاية. وكما قال الرئيس، مع دول في دول كثيرة في العالم موحدة في وجهة نظرها حول ما يقوم به الرئيس بوتين، علينا أن نقف ونواجه حتى تنتهي الحرب وحتى تنسحب القوات الروسية وحتى يستعيد الشعب الأوكراني سيادته والسيادة على كامل ترابه. شكرا لكم. السلام عليكم مجددا. إذا استمعنا إلى جزء من كلمة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي تحدث مرة أخرى على ما أسماها بالوحدة القوية والفاعلة ضد روسيا في حربها على أوكرانيا، وتحدث عن ثمار التي أتت بها هذه الوحدة القوية والفاعلة، وشدد مرة أخرى على ضرورة الاستمرار في هذه الحرب حتى استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة أراضي أوكرانيا إلى الأوكرانيين. وأرحب بداية بضيفي الكريم دكتور نصير العمري المحلل السياسي الذي ينضم إلي عبر خدمة سكايب من مدينة نيويورك. مرحبا بك دكتور نصير. إذن يعني أنتوني بلينكن يتحدث عن هذه الوحدة القوية والفاعلة ما أسماها، يعني تحدثنا عن ثمار هذه الوحدة، ماذا يمكن أن نقول أنها أثمرت بالفعل؟ إذا ممكن إعادة السؤال لأنني لم أسمع. نعم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث عن الوحدة القوية والفاعلة التي انتهجتها كل الدول المناوية لروسيا في هذه الحرب. تحدثنا عن ثمار الحقيقية التي يمكن أن نشهدها على أرض الواقع في أرض المعركة في ثني الجانب الروسي، ماذا يمكن أن تكون هذه الثمار؟ يعني حسابات المعركة تختلف قليلا عن الحسابات الدبلوماسية والحسابات التي يعني يعتقد السيد بايدن وإدارته بأنها ستؤثر على المدى الوسط المتوسط والبعيد على ما يحصل في أوكرانيا. يعني لا يوجد أي التزام من الولايات المتحدة بأن تدخل في هذا الصراع عسكريا، ولكنهم يقولون بأنهم سيدعمون هذا الصراع. تأثير الدعم الأمريكي واضح، الأوكرانيون يقاتلون ودخل هذا الصراع الأسبوع الثاني ولا يوجد يعني تقدم يليق بحجم القوات الروسية. والسيد بلينكن وإدارة السيد بايدن تراهن على أن هذه العقوبات والضغط الدبلوماسي وعزل روسيا هذا سيحرمها من ثمار هذا الانتصار حتى وإن تم في أوكرانيا. ولكن يجب أن نفصل في الحقيقة بين الواقع العسكري لأوكرانيا، وهو واقع ليس بسهل على الأوكرانيين، وبين ما يحصل على المسرح الدولي وجهود الولايات المتحدة لعزل روسيا. يعني هذا الإطار خطير، ولكنه يعني لن يكون بتأثير مباشر على ما يحصل على الأرض وعلى الجبهات. فهذه فعلا يعني هي معركة
الشعب الأوكراني، وهي معركة صعبة ومعقدة، ويعني لا يعتقد الكثيرون بأن شعب أوكرانيا أو الجيش الأوكراني بإمكانه أن يقف يعني لفترات طويلة أمام هذا الجيش الجرار الذي لم يستخدم كل ما يملك من قوة. ولكن الموقف الأمريكي والموقف الدولي صامد في دعم اللاجئين والنازحين ودعم الحكومة الأوكرانية، وهذا في الحقيقة ما لم يكن موجودا مثلا في حرب الشعب السوري ضد روسيا. فالموقف مختلف، وأظن بأن الشعب الأوكراني ستكون له الكلمة في مدى يعني مدى مدة هذا الـ هذا الـ هذا الصراع، وكيف سينتهي هذا الصراع، وهذا ما يعول عليه الإدارة الأمريكية. نعم، ابقى معي دكتور نصير. تحول إلى ضيفي التالي المحلل السياسي الذي ينضم إلي من موسكو، السيد يفغيني سيدروف. مرحبا بك أستاذ يفغيني. إذن يعني استمعت إلى حديث ضيفي دكتور نصير، وكذلك إلى حديث ربما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تحدث عن تعرض الولايات المتحدة وكذلك كل الدول المناوئة لروسيا في هذه الحرب إلى امتحان صعب. ويعني كل الأصوات الروسية تحدثت في بداية الأمر أن روسيا يعني كانت تحسب هذا الحساب الكبير، ولولا ذلك لم تقم بهذه الحملة. السؤال، هل الطرف الآخر فعلا كان يعني يتوقع هذا الامتحان الصعب الذي بات الآن وزير الخارجية الأمريكية يتحدث عنه؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيفكم الكريم. أعتقد بأن روسيا طبعا كانت تتحسب وتستعد لمختلف السيناريوهات التي نراها الآن، وهي ناجمة عن استمرار العملية العسكرية التي بدأتها القوات المسلحة الروسية منذ 9 أيام. لا شك أن هذه الحسابات ربما تم الاستعداد أو تم أخذ مختلف النواحي بعين الاعتبار، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية والتجارية. لكن بالنسبة للشق الاقتصادي، البعض من المسؤولين يقولون أنهم لم يتوقع مثل هذا الحجم من العقوبات التي بالفعل أصبحت امتحانا صعبا بالنسبة للاقتصاد الروسي. ولكن هناك وعود وتأكيدات من الحكومة بأنها سوف تكون قادرة على التعاطي مع هذه الأزمة ومع هذه الصعوبات والمشاكل، وستخرج منها قريبا، علما بأن باب الحوار ما زال مفتوحا. ولكن يعني ذات الامتحان الصعب الذي تتعرض له روسيا، يتحدث وزير الخارجية الأمريكي ويقول إننا تعرضنا كذلك لامتحان صعب. هل الطرف الآخر كان متوقعا يعني لهذا السيناريو بهذا الحجم، أم أنه يعني لم يكن عند هذا الحد من التوقعات؟ ما من أحد ربما توقع مثل هذه الأبعاد الواسعة لما يحدث الآن من الطرفين، يعني من المجتمع الغربي الذي ينهال على روسيا بعقوبات هائلة، ومن روسيا التي ترد وتحاول إيصال صوتها ووجهة نظرها إلى الدول الغربية. ولكن يبدو أن هذه المحاولات لا تلقى في كل الحالات أذانا صاغية. مع ذلك روسيا تستمر في الجهود السياسية. هناك عدة محادثات أجراها الرئيس بوتين، 3 محادثات مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، اليوم مع المستشار الألماني شولتز، وهناك اتفاق على محادثة أخرى مع المستشار الألماني قريبا. هناك اتصالات عسكرية، هناك خط ساخن بين روسيا والولايات المتحدة لتجنب حدوث أي طارئ على صعيد ربما استخدام أو احتمال استخدام الأسلحة النووية والاستراتيجية. وهذا أمر مهم جدا، لأنه يبين ربما إدراك كل الأطراف لخطورة مثل هذا التحول الذي يمكن أن يتمخض عن ربما استمرار ما نراه اليوم. نعم. وبالتالي أعتقد أن على كل الدول، روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، أن تبدي أقصى حد من ضبط النفس فيما يتعلق بالشق الدولي من هذه المسألة. أما ما يحدث في أوكرانيا فروسيا تراها أمرا أو شأنا داخليا،
تخص روسيا، وهي عازمة على استمرار العملية العسكرية وتحقيق الأهداف المطروحة أمام القوات المسلحة. نعم دكتور نصير، إذن يعني تحدث كذلك أنتوني بلينكين، ونحن نتحدث عن أنتوني بلينكين في هذه يعني المرحلة وحديثه كذلك، الذي يعني كما وصفته أصوات معينة الآن في الدقائق الأخيرة بأنه كان به الكثير من لهجة الحزم، وهو يتحدث عن المفاجأة في سرعة تعامل الاتحاد الأوروبي بالتحديد مع هذه الأزمة. السؤال يعني إلى أي مدى يمكن تقييم أداء الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة بأنه فعلا كان سريعا وناجعا في التدخل في هذه الأزمة؟ يعني في الحقيقة من الصعب أن توجه أي نقد للموقف الاتحاد الأوروبي. كما قال يعني السيد بلينكين، هو ربما نفسه تفاجأ في أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يمد أوكرانيا بالسلاح حتى بدون المبادرة أو المبادرة الأمريكية. فهذا كان يعني موقف متقدم، خاصة أن هذه الدول الأوروبية بينها الكثير من الدول التي كانت يعني مقربة لروسيا ولا تريد إغضاب روسيا، وفجأة بعض هذه الدول يعني تتكلم، هناك استطلاعات رأي تظهر بأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من بعض هذه الدول التي كانت مترددة أصبح الآن على الطاولة. وفي الحقيقة يعني ما حصل، طريقة ما حصل هو الذي يعني المفاجأة في الهجوم على أوكرانيا، رغم نفي الكريملين أي نية لغزو أوكرانيا وفجأة يعني يغزو أوكرانيا، هذا الخداع وهذه الطريقة جعلت الأوروبيين يدركون بأن المستهدف ربما يكون قريبا هو إحدى هذه الدول المحيطة بأوكرانيا. وهذا هو الشعور في العالم، يعني هناك شعور في العالم بأن ما حدث هو يشبه يعني جريمة، شروع في القتل، يعني شروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الكذب على العالم والقول بأنه لا يوجد نية للغزو. حتى أن هناك تقارير اليوم تقول بأن أعضاء في الكريملين ومقربون من السيد بوتين لم يكونوا على اطلاع بنية الهجوم، وهناك أيضا تسريبات حسب الصحافة الأمريكية تقول بأن هؤلاء المسؤولين يعني في دهشة من العقوبات الاقتصادية ولا يعلمون كيفية التعامل معها. نعم. ففي الحقيقة يعني نحن ننظر إلى مسرح الرجل الواحد الذي يبدو بأنه يعني أخفى تفاصيل هذه الحملة حتى عن الجنود الأوكرانيين الذين يقولون للصحافة بعد أن يسلموا أنفسهم للشرطة الأوكرانية أو يتم أسرهم، يقولون بأنهم ظنوا بأنهم في تدريب، وبعضهم لم يعلم بأنه كان في روسيا أساسا، كانوا يظنون أنهم في منطقة ما في روسيا في أوكرانيا. ففي الحقيقة يعني كما قلت هناك دهشة عالمية، والأوروبيون اليوم يخشون ليس فقط على أوكرانيا ولكن على أمنهم أيضا. نعم يعني ذات السؤال ربما أخذه كذلك للأستاذ يفغيني، يعني حتى الولايات المتحدة الآن باتت مستغربة ومندهشة من يعني هذا الموقف الأوروبي بالتحديد للاتحاد الأوروبي، هل روسيا توقعت أن يكون الرد الأوروبي كذلك بهذه الحدة؟ طبعا نحن لا نعرف ما كانت توقعات روسيا بهذا الشأن، ولكنها ربما كانت تعول على أن العقوبات لن تكون يعني شديدة وقاسية بهذه الدرجة، وهذا ما لا يخفي بعض المسؤولين وبعض رجال الأعمال على سبيل المثال، لأنه عليهم أن يتعاطوا الآن ما وقائع جديدة في ظل مغادرة وترك عدد من الشركات ومكاتبها وفروعها من روسيا. هذا طبعا يضع بعض القطاعات في وضع صعب جدا، ولكن روسيا والقيادة الروسية تقول إنها اعتادت أو تعودت على مثل هذه العقوبات، أو حتى إن كانت أخف بعد أحداث 2014 حينما تم ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، كانت هناك أيضا عقوبات، ولكن روسيا تمكنت من التغلب على تبعاتها وتمكنت أيضا
من العودة إلى النمو الاقتصادي. الآن طبعا الوضع أكثر تعقيدا، ولكن روسيا لا تترك الأمل بتطبيع العلاقات، طبعا ليس مرة واحدة وبشكل سريع، ولكن إنما تدريجيا مع الدول الأوروبية والأخرى والتي لها مصلحة أيضا في معاوضة الاتصال والعودة إلى روسيا لممارسة الأعمال. وصلت الفكرة أستاذ يفغيني. دعونا ننتقل إلى زميل الصحفي في 24 نيوز أدهم حبيب الله الذي ينضم إلي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك أدهم، وأنت كنت مفادنا لأيام طويلة في الأراضي الأوكرانية وعشت جزءا كبيرا كذلك من هذه الحرب وهذه يعني المواجهات الدائرة في داخل الأراضي الأوكرانية. الحمد لله على سلامتك مرة أخرى. يعني أدهم، وأنت يعني في طريق العودة تنقلت بين مطار وآخر، السؤال هل لاحظت وجود مثلا مبادرات عسكرية من قبل دول أوروبية باتجاه الأراضي الأوكرانية مثلا؟ بالإجابة على سؤالك أيضا يمكن الإجابة أيضا على تحليلات بعض الضيوف كما استمعت إليها. طبعا محمد، يعني اليوم وبشكل ملموس وواضح ولا غبار عليه شهدنا أيضا وصول طائرات عسكرية محملة بعتاد عسكري من قبل حلف الناتو إلى رومانيا، وهذه الطائرة التي هبطت اليوم في العاصمة الرومانية في مطار العاصمة حملت السلاح، وهي أيضا قادمة من إيرلندا، هذه العضو في حلف الناتو، والتي لطالما يعني أعلنت أنها لا تريد إقحام نفسها في المواقف السياسية. هذه لربما الدلالة الواضحة على حالة الاستنفار والاصطفاف الغربي ضد روسيا، ولذلك يعني كافة الدول باتت يعني تقوم بإرسال الأسلحة وأيضا تعزيز نفسها على ما يبدو ليس في الأراضي الأوكرانية إنما في الدول المتاخمة، في الدول الشرقية مثلا في بولندا، هناك حديث اليوم عن رومانيا، هنغاريا، العديد من الدول التي تصلها الأسلحة التابعة لحلف الناتو. هذه لربما إشارة تدل على نوع التصعيد المرتقب خلال الفترات المقبلة فيما يتعلق بالقطبين، القطب الغربي وأيضا قضية التسليح وأيضا تعزيز الدفاعات في هذه المنطقة استعدادا لتوسيع هذه الحملة. في أيضا في نفس السياق نحن أيضا تتبعنا وشاهدنا خلال الأيام الأخيرة أيضا وصول الأسلحة إلى داخل العمق الأوكراني. في هذا السياق أيضا محمد لابد من التطرق والقول أنه وخلال شهادات بعض الأشخاص الذين تواجدوا في تلك المناطق وأيضا كانوا على وقع الاشتباكات الدائمة في العديد من المناطق بالدونباس وأيضا في المناطق الجنوبية عند أوديسا وأيضا في مناطق أخرى التي كانت يعني الاشتباكات فيها على جبهات متعددة، أشاروا إلى أن قضية أيضا وجود أسلحة ثقيلة بيد الجيش الأوكراني لربما ساهمت بعض الشيء في صد دعنا نقول التقدم الروسي بعض الشيء نحو العاصمة وفي مناطق أخرى. هذا يعني لربما يشير إلى أن الجيش الأوكراني كان قادرا في بداية هذه الحملة على صد القوات الروسية، ولربما فاجأ بعض الشيء يعني الجانب الروسي. أيضا في هذا السياق وبحسب شهود عيان أيضا تحدثوا وأشاروا إلى أن الطائرات الروسية أيضا لم تقلع خلال هذه الفترة لسببين. هناك من يعتقد بأن الجانب الروسي لا يريد استهداف لربما مدنيين تحديدا في مناطق العاصمة، وهناك من يدعي بأن هناك خشية روسية من أن ردة الفعل التي كانت في بداية الحرب أشارت إلى وجود أسلحة ثقيلة لربما هي أسلحة أمريكية ضد الدبابات وضد الطائرات، ولذلك باتت الخشية عند الجانب الروسي في إرسال تلك الطائرات من أجل إتمام مهامها العسكرية والأمنية. إذن يعني كل هذه التحليلات أو لربما ما شاهدناه كان على أرض الواقع. أيضا دعني أشير إلى أنه في يعني في الأمس على الأقل محمد نحن شاهدنا أيضا خروج أرتال عسكرية من الدبابات التي يعني كانت في غربي البلاد في غربي أوكرانيا بدأت بالسير نحو الجنوب على ما يبدو بأنها تتجه نحو مدينة أوديسا، هذه المدينة الواقعة عند البحر الأسود
بغداد التي تتعرض هي الأخرى للقصف، وهي أيضا تحت أنظار الروس الذين يريدون أيضا الدخول لتلك المناطق على طول الساحل الجنوبي. ولذلك الأرتال العسكرية وصلت إلى تلك المنطقة وأيضا بدأت تقوم بمشوارها العسكري أيضا من أجل تعزيز القدرات العسكرية. يعني بالطبع نعم آدم، إذن يعني أشكرك جزيل الشكر فعلا على هذه الإفادة، وسيكون لدينا الكثير والكثير أيضا من الحوارات حول هذه التجربة الغنية. آدم حبيب الله زميل الصحفي في A24 نيوز والذي كان موفد A24 نيوز في الأراضي الأوكرانية، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. وأعود إلى ضيوف دكتور نصير. إذن يعني الرئيس الروسي بوتين تحدث مباشرة إلى المستشار الألماني وقال له إن روسيا منفتحة على الحوار مع أوكرانيا شرط تنفيذ الأخيرة لجميع شروط موسكو، وكييف المقابل تقول إنها لن تقدم التنازلات المرجوة منها. هل نلحظ بداية تغيير في لهجة بوتين، وهل هذه التصريحات فعلا ستؤتي أكلها من قبل الجانبين؟ يعني هو تغيير طفيف، يعني قبل الغزو كان يرفض يعني الحديث أو حتى الجلوس مع أي أحد، ولا يرفع التليفون للرد على الرئيس زيلينسكي. اليوم هو يقول أريد أن أجلس وأتحدث، وهذا سببه المقاومة على الأرض. وأظن يعني بأن ربما يكون السيد بوتين يرغب بوقف هذا القطار الذي يعني يدمر الاقتصاد الروسي، وهناك تصريحات من السيد بوتين بأنه لا داعي لمثل هذه العقوبات. فأظن بأنه دخل مرحلة الحوار الجدي ربما يعني أو يفكر به، لأن فعلا يعني على الجبهتين، الجبهة الداخلية لا يوجد يعني أمل بتحقيق انتصار عسكري سريع. هذا الآن يعني على الأقل نتحدث عن أسابيع أو حتى أشهر طويلة قبل أن يتحقق. وهذه العقوبات بدأت تضرب بعصب الاقتصاد الروسي. فالسيد بوتين يعني عنيد، ولكن عندما يعني يجابه بهذا الموقف الغربي ويجابه بالفشل أو عدم تحقيق الأهداف في أوكرانيا ويجابه بهذه العقوبات، فلا بد أن يتحدث. ولكن بكل أسف أظن بأن ولكن دكتور نصير، هنالك من يقول إن روسيا ما زالت تتخذ سياسة التأني في الدخول، وروسيا بجيشها وعتادها الكبيرين يمكنها بين ليلة وضحاها أن تسيطر على كييف وكل الأراضي الأوكرانية. ما الذي ينتظره الجانب الروسي؟ يعني هو لا يريد يعني أن يزيد، إذا أراد يعني تدمير هذه المدن بكل تأكيد، يعني كما دمر حلب وكما دمر الشيشان وكما دمر مناطق أخرى، يمكن أن يفعل ذلك. المشكلة أن يعني هذا غير عقلاني، لأنه دائما يقول بأن الشعب الأوكراني والروسي هم شعب واحد، وعند يعني إذا أصبحت الأمور كما هو الحال في حلب فلن يكون هناك أصلا يعني شيء تضمه إلى روسيا إذا كان الشعب كله. إذن هل هذا يفند الرواية الأوكرانية التي تحدث عن أن روسيا تستهدف منشآت مدنية؟ عفوا، أقول هل هذا الأمر يفند الرواية الأوكرانية والرواية يعني المناوئة لروسيا التي تتحدث عن استهداف الروسي للمنشآت المدنية والبنى التحتية المدنية؟ يعني هذا ربما يكون من طبعا يعني رئيس زيلينسكي يريد أن يقول بأن هناك استهداف للمدنيين، ولكن أنا باعتقادي أن التكتيك المستخدم في كييف يختلف عن التكتيك المستخدم في حلب. يعني في حلب لم يأبه بوتين بأهل حلب ولا يوجد علاقة مع شعب حلب، ولكن هذا شعب يعني احتلال أوكرانيا كله يقوم على أساس أن أوكرانيا الأوكرانيين والروس هم أهل وشعب واحد، فقتلهم بهذه الطريقة يعني يساوي الانسحاب بدون قتال. فلا أظن بأن خطة السيد بوتين هي الأرض المحروقة في أوكرانيا. الخطة هي الهيمنة عليها وإسقاط الجيش ويعني تعيين رئيس تابع لروسيا، بهذا يكون قد حقق انتصارا. ولكن نعم دكتور نصير، الشعب الأوكراني يعني لا ينفع في الحقيقة.
أستاذ يفغيني، اليوم كان هنالك حديث كبير في موضوع استهداف المنشأة النووية زاباروجيا، وهنالك يعني طمأنة روسية وحتى أوكرانية في جزئية الإشعاع ومستوى الإشعاع الآمن. السؤال، هل الاستهداف أو يعني ما هي الرسالة التي تود روسيا إرسالها من خلال استهداف هذه المنشآت سواء لأوكرانيا أو لمن هم خلف أوكرانيا؟ أولا، روسيا تنفي استهداف هذه المنشأة من قبلها ومن قبل الجيش الروسي، وتحمل أوكرانيا مسؤولية هذا الاستفزاز على حد قولها. وروسيا طبعا تريد أن ترسل إشارة أو رسالة إلى أنه لو يعني تمكن عناصر مما يسمون بالنازيين الجدد والقوميين المتشددين من الاستيلاء على هذه المحطة، لكانت توابع يعني تبعات ذلك يمكن أروع مما حدث في محطة تشيرنوبل عام 1986، منذ تقريبا 36 سنة. وبالتالي روسيا الآن تريد أن تقول للجميع أنها تجنبت مثل هذا السيناريو وهو الأسوأ، وأعطلت أو منعت يعني من إمكانية تلويث المناطق المحيطة بهذا الموقع، لأن بعدها كان يمكن أن تكون شاسعة. وأيضا الإشاعات القوية التي بالمناسبة تضرر به كل من أنقذ محطة تشيرنوبيل. وبالتالي روسيا لا علاقة لها على حد رواية رسمية بما حدث، وإنما روسيا بالعكس يعني تمكنت من السيطرة على المحطة وضمنت أمنها والسلامة العاملين فيها وسلامة السكان الذين يسكنون بالقرب منها. نعم دكتور نصير، تحدثت مليا عن موضوع العقوبات والضغط الذي تشكله هذه الجزئية، ولكن رغم كل هذا الحديث إلا أن قطاع الغاز بالتحديد وهو القطاع ربما الرئيس في هذه المرحلة بالنسبة لروسيا، ما زال الغاز يتدفق ربما بشكل حتى أكبر من ذي قبل وفق بعض التقارير، كيف تفسر هذا الأمر؟ يعني هذا هو الوريد الذي يمد روسيا بالحياة، ولكن أيضا يمد ألمانيا وأوروبا بالحياة، فقطعه هو يعني نوع من الجنون والانتحار المتبادل. ولكن يعني السيد بلينكين عندما صرح أظن قبل يوم أو يومين وقال بأننا ندرس العقوبات بعناية ونفكر بعقوبات جديدة، أظن بأنه ما يشغلهم. وهناك كان مكالمة بين أظن وزير الخارجية الألماني وأمير قطر، صدقني يعني هناك بحث حثيث عن بدائل وطرق في حين اتجهت هذه الحرب إلى ما هو يعني أقدر مما نراه على الأرض. وأظن بأن يعني باستمرار ألمانيا باستيراد الغاز ومد روسيا بعشرات المليارات، هذا يعني إذا أصبحت الأمور على الأرض يعني تحولت إلى ارتكاب جرائم وغير ذلك كما رأينا في سوريا، فلن يكون باستطاعة ألمانيا أن تستمر بمد روسيا بهذه المليارات. فأظن بأنه هذا على الطاولة، ولكن يبحث عنه يعني يبحث عن طريقة لا تؤذي أوروبا والولايات المتحدة والشركات الكبرى، تؤذي نفسها باسم يعني نعم. باسم دكتور نصير، إذا سمحت لي إن ننتقل مباشرة إلى كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن ومن ثم نعود. الهدف هو منع المتطرفين والإرهابيين الأوكرانيين من السيطرة على الوضع الحالي لكي نمنعهم من أن يقوموا باستفزاز نووي. نحن نريد ضمان استمرار تدفق الطاقة في أوكرانيا والأوروبيين. سيد الرئيس، المنشآت النووية يتم حراستها من قبل القوات الروسية، وتم جلب الطواقم ذات الخبرة في إدارة المفاعل النووية والمنشآت النووية. Аналогичная ситуация и в зоне Чернобыльской атомной электростанции. ووضع مماثل في منطقة تشيرنوبيل، في منطقة مفاعل تشيرنوبيل. التأمين
الأمن في المنشأة تم عبر القوات الروسية سويا مع المشغلين الأوكرانيين، ونحن لا نتدخل في عمل المفاعل. هم عملنا يقتصر فقط على الحماية في المنشأة، كما تم إبلاغنا من قبل وزارة الدفاع الروسية في ليلة الرابع من آذار، بينما كانت قواتنا تؤمن المنطقة ولكن ليس منطقة المنشآت النووية فحسب، ولكن المناطق المتاخمة لها. دورية روسية تعرضت للهجوم من قبل قطاع طريق أوكرانيين، ولتفادي رد النار باتجاه المبنى وقع حريق في المنطقة بعد إطلاق النار على القوات الروسية بالقرب من المنشأة النووية. الدورية الروسية ردت بالنار على قطاع الطرق في المبنى المماثل وقامت بوقف النار، ولكن استمر الأوكرانيون باستهداف المنشأة النووية. أريد أن أشدد مرة أخرى أن هذا المبنى لا يقع في موقع في أرض المنشأة النووية. قوات الإطفاء نجحت بإخماد الحريق، وخلال وقوع هذا الاستفزاز لم يكون حاضر أي من الموظفين المدنيين في المنشأة النووية. الطاقم في المنشأة لم يصب. Продолжает работать в штатном режиме. والمنشأة لا زالت تعمل بشكل طبيعي. إذن كانت هذه جزء من كلمة المندوب الروسي في مجلس الأمن، والذي تحدث مليا عن تفاصيل إحدى العمليات التي تقول الدول الأخرى أن روسيا استهدفت من خلالها منشأة نووية، لكنه ينفي هذا الأمر ويقول أن الأوكرانيين هم من استهدفوا هذه المنشأة. أشكر ضيوفي الأكارم مرة أخرى. بهذا نصل إلى ختام هذه الموجة الأخرى من البث الخاص، على أمل اللقاء بكم بكل خير.